حلقة جديدة من عمايل إيديا. النهاردة هنعمل مع بعض خرشوف بالبشاميل، هيعجبكم جدا، وهنعمل مع بعض سلطة الكرنب الأحمر بالذرة. نطلع فاصل ونبدأ مع بعض. رجعنا لكم، تعالوا نقول مع بعض ايه هي المقادير. عندنا الخرشوف هتجيبوه يا اما المتجمد يا اما لو الفريش الحلو، وهنسلقه كده سلقه ونطلعه بس نص سلقه علشان ايه ما يترش قوي معانا. عندنا لحمه مفرومه متعصجه بنعصجها بالبصل ملح وفلفل، عندنا جبنه الموتزاريلا، الطماطم، وفي الثوم، الدقيق وزبده، وعندنا اللبن علشان نعمل بشاميل. اول حاجه هبدا اعملها هي البشاميل. هنعملها بطريقه لذيذه جدا، هيكون فايركس كده حلو او طاجن جميل. ممكن نعملها يعني هو فكرته ان هو هيكون زي بالظبط الخرشوف المحشي بس بطريقه تقديم جديده، علشان طبعا التغيير في الاكل زي ما اتفقنا، وعمايل ايديا حابين ان احنا نعمل ايه دايما التاتش الجديده بتاعتنا ونحط ايه فكرتنا. وهنا بصراحه يعني بنقعد نفكر مع بعض، وجابوا لي بقى الفكره الحلوه ان احنا نقدمها بطريقه جديده اهو. في ناس بتعمل البشاميل من غير توم، في ناس بتعملها بالتوم، انا بحب اعمل البشاميل بالتوم. لو مش حابين ما تحطوش التوم عادي طبعا، بس انا بحبه بيدي طعم ونكهه حلوه جدا لاي حاجه عامه بنحطها عليه، بيبقى مختلف. هحط بقى شويه توم. ممكن بدل الزبده ممكن نعمل الزيت عادي، مفيش مشكله. بس برضو انا هعمله بالزبده علشان ايه يبقى اكله حلوه محمره ومشمره. اوكي يلا بقى بصوا كده، وبعدين نزود مع بعض ايه كده. بس كده حلو قوي. اهم حاجه التقليبه تبقى مستمره علشان ما يكلكعش معانا خالص. وايه وهنقوم ضايفين اللبن، وايه ونسيبه بقى يتقل براحته، بس لازم نبقى بنقلب تقليب مستمر كده شويه اهو. بصوا ازاي يلا. تعالوا بقى ابدا اديلها شويه ايه ملح وفلفل. احنا عارفين ان اللبن والدقيق بيبقى مسكر شويه، فاحنا ايه بنظبط ملحه. حابين تحطوا مرقه حطوا مرقه، بس هي مش محتاجه لان اهو كده. ونسيبه بقى يتقل شوية. تعالوا بقى ايه نبدأ في التقديم مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. يلا تعالوا بقى نبدأ كده مع بعض. اللحمة المفرومة متعصجة اهو جاهزة زي ما اتفقنا. احنا بنعمل ايه يا جماعة دلوقتي؟ بنعمل الخرشوف، خرشوف اهو البشاميل كده جاهز، وهنعمله هنا كده اهو كده. خليني ايه اقوم مزوداله سنه كمان اهو تمام كده، ونقلب. واهم حاجه يا جماعه لازم ندوق واحنا بنعمل كل حاجه، ندوق. يلا بصوا بقى التقديم، هنعملها طبقات. هنقدم الاول اهو كده، وبعدين هحط سنه صغيره قوي جبنه. ممكن تحطوا جبنه شيدر اهو. بصوا بقى ازاي، عايزاكم تبصوا كويس وتشوفوا معانا. نعملها اهو طبقات. اوكي شايفين حلوه ازاي. يلا
تعالوا نبدأ. بصوا بقى كده، ايه رشة خفيفة قوي قوي، بس ايه تبقى واخدة من مية الموضوع معانا اهو. تمام، يلا بينا نعمل طبقة كمان من الخرشوف. الخرشوف لما بيتعمل بأكلة متحبشة وبيبقى مستوي حلو، هتلاقوا طعمه روعة معاكم، بدل ما يبقى محشي ممكن يبقى بايركس كده، هيأكل طبعا عدد أكبر، فده بتبقى ميزة حلوة جدا ليه. اهو تعالوا بقى ايه نعمل كده كده، وبرضو بيدي شكل حلو وتغيير، يعني برضو نحط ايه التاتش بتاعنا، انتوا عارفين احنا دايما نحب نحط التاتش بتاعنا. يلا تعالوا بقى ننزل البشاميل عليه، وبعدين اهو كده، يلا بينا اهو. بصوا بقى جماله وحلاوته، الله الله الله. هتظبطوا بقى طبعا الملح، هتظبطوا الطعم بتاعه كده كده، احنا بنبقى عاملين دايما مع بعض التعصيجه حلوه، البشاميل اللي بيبقى معمول برضو بطريقه حلوه طعم يبقى حلو. وبعد كده بقى ايه نغرق بالجبنه اهو، ويخش على الفرن اهو، ويتحمر بقى، يسيح الجبنه كده وياخد وش حلو، وايه ويطلع يبقى جاهز سهل جدا حلو. بصوا كده، يلا تعالوا بقى نروح مع بعض على الفرن. يلا نطلع فاصل نجيب الوصفة الثانية ونرجع مع بعض. نبدأ مع بعض بالوصفة الثانية، وهي سلطة الكرنب بالذرة، ومعانا الزيتون برضو المشكل. تعالوا نقول مع بعض ايه هي المقادير سريعا. عندنا الكرنب الأحمر، عندنا الزيتون الأخضر، زيتون أسود، والذرة، وهناخد شوية من الطماطم بتاعة الوصفة اللي معانا، وهنعملها بقى بصوص لذيذ بتاع ايه توم وليمون والمايونيز. تعالوا بقى الأول نبدا ان احنا نعمل السلطه، نحطها على بعض. سلطه لذيذه جدا وسهله اهو، ونغير عن الاكل اللي دايما بناكله في السلطات، الخس او الجرجير دايما هم دول اللي بيبقى ده اساسي في السلطه عندنا، فلما نغير برضو بتبقى لذيذه. نحط شويه من الاخضر، وبعد كده ننزل الذره. تعالوا نطلع، ايوه بصوا بقت حلوه ازاي وجميله. اي حلوه وجميله كده، وخليني هاخد شويه طماطم، وبعدين ايه نقدم جنبها الطماطم للي يحب يعمل الطماطم معاها. يلا تعالوا بقى نقلب هنا. سلطة كده نظبطها ونعمل الصوص بتاعها اهو. تعالوا بقى هنا هناخد شويه من صوص الليمون، نحط شويه من المايونيز، بنقلب كويس، هنحط الثوم وندي رشة ملح اهو. عايزين نتكلم بقى عن ست البيت، وايه ازاي نقدر ان احنا نحافظ على نفسنا واحنا في البيت. طبعا لما نيجي نشيل الحاجة، مش عايزين نشيل حاجات تقيلة، اكتر حاجة نقدر نشيلها هتبقى 20 كيلو، ده علميا المفروض كده،
وبرضو لما نيجي نوطي علشان نرفع حاجة بلاش نوطي التوطية اللي بننزل بيها كده، لا احنا بننزل بجسمنا كله ونشيل الحاجة ونطلع علشان ايه ما نتعبش او يجي حاجة في العمود الفقري، فدي بتبقى مهمة جدا جدا جدا. وبرضو من حين الى اخر عايزين بعد يوم من الشغل الطويل اللي طبعا بنبقى راجعين تعبانين جدا جدا، برضو يعني جسمنا ليه حق علينا، ممكن ان احنا ناخد حمام دافي وندهن يعني نجيب الزيوت اللي هي معطرة وده دافية شوية تكون وندهن بيها رجلينا علشان التعب يفك شوية عننا. دي كلها بتبقى حاجات مهمة جدا يا جماعة علشان نحافظ شوية على نفسنا من الأيام اللي هي بقت صعبة جدا جدا. أنا عايزة بس أحط رشة ملح تاني أهو علشان نحافظ على نفسنا وإيه ونحس إن إحنا برضو مستمتعين شوية بيومنا، ما يبقاش كله جري جري جامد كده. أهو تعالوا بقى إيه هحط الطماطم هنا كده وهنا معانا كده. تعالوا نظبط الحته دي بقى عشان ايه نشوف احنا عملنا ايه النهارده مع بعض. وبرده وقفتنا في المطبخ طبعا بتبقى كبيره ما بتبقاش صغيره، فعايزين نتفق ان احنا مش هنقف اكتر من 60 دقيقه متواصل ونحاول قد ما نقدر. طبعا احنا كل نص ساعه ممكن نريح شويه نقعد نقطع الحاجه واحنا يعني واحنا قاعدين. انا عن نفسي دايما بشتغل وانا واقفه، دي مشكله كبيره، بس هنحاول ان احنا يعني خلاص دي حاجه احنا عرفناها، معلومه عرفناها، علشان بقى ما يطلعش الدوالي والظهر ومشاكل اللي بتطلع في الرجلين عامه والاحساس ان احنا تعبانين جدا، فده كله احنا نقدر نتجنبه بان احنا نريح ونقعد شويه. عملنا مع بعض النهارده وصفتين حلوين جدا. اول وصفه كانت الخرشوف، خرشوف باللحمه المفرومه والبشاميل وعليه الجبنه الموتزاريلا، حطينا جنبه طبق الطماطم، طماطم معموله بشويه ثوم ملح وزيت زيتون. وبعد كده عندنا السلطه، سلطه الكرنب الاحمر بالذره والزيتون المشكل، وعملنا لها صوص المايونيز. ممكن نعمل زي ما عملنا في المايونيز بس نعمله بالزبادي لو الزبادي هو المتوافر. كده عملنا مع بعض وصفتين حلوين. الخرشوف هقول لكم بس حاجه واحده ليها، الخرشوف ممكن تتعمل ويتشال في الفريزر وبعد كده تطلعوه على التقديم، ده علشان احنا في المصيف وبناخد معانا الاكل دايما. اتمنى يكونوا وصفتين حلوين سهلين وعجبوكم، جربوهم وقولوا لي طلعوا عاملين ازاي. واستنوني في حلقة جديدة إن شاء الله من عمايل إيدي.